أهلا وسهلا بكم من جديد. سرني أن أستقبل من استوديوهاتنا في مصر معالي السفير السعودي في جمهورية مصر العربية الأستاذ أحمد قطان. مساك الله بالخير معالي السفير. مساكم الله بالنور. شكرا لحضورك معنا. راح نبدأ تقرير مهم ورأيك مهم فيه لأنه على الأمير سعود الفيصل، ثم بعد ذلك راح ننطلق في قضايانا الأخرى اللي راح نناقشها اليوم المرتبطة بالعلاقات السعودية المصرية وبالملف الإعلامي هناك وهنا. نتابع هذا التقرير. الأمير السعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود واجهة السياسة السعودية لأربعين عاما، عميد الساسة وربان السياسة. ولد في الطائف عام 1940 للميلاد، وترعرع في كنف والده الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود يرحمه الله. حصل على شهادة البكالوريوس بالاقتصاد من جامعة برينستون بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1963 للميلاد. التحق بوزارة البترول والثروة المعدنية حيث عمل مستشارا اقتصاديا لها وعضوا في لجنة التنسيق العليا بالوزارة، وانتقل بعدها إلى المؤسسة العامة للبترول والمعادن بتروميم، وأصبح مسؤولا عن مكتب العلاقات البترولية الذي يشرف على تنسيق العلاقة بين الوزارة وبتروميم. عين نائبا لمحافظ بترومين لشؤون التخطيط عام 1970، وفي عام 1971 عين وكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية. عام 1975 صدر مرسوم ملكي بتعيينه وزيرا للخارجية بعد شغور المنصب بوفاة والده الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود الذي كان وزيرا للخارجية وهو ملك للبلاد، ومنذ ذلك الحين وحتى فجر اليوم وهو يشغل المنصب بكل جدارة واقتدار، ويقف من خلفه طابور طويل من السياسيين والمشاركين في اللعبة السوداء. أما هو ففي المقدمة دائما، ويعود له الفضل بعد الله فيما تتبوأه المملكة على الخارطة السياسية، وخبرته الممتدة منذ عام 75 وما حل بعدها من مطمات وويلات أتت على كثير من الدول، بدءا بحرب الأفغان عام 79 مرورا بما توالى بعدها من الفتن وحتى الملف اليمني وتدخل قوات تحالف عاصفة الحزم، آخر الملفات المشتعلة في العالم. وفي كل مرة يثبت الفيصل أن صوت العرب الأعلى وكلمتهم الأثقل، ولذلك تعددت المقولات عن حكمته ودهائه. اليوم يترجل الفارس عن جواده بعد أربعة عقود، ولولا حالته الصحية لما كان له أن يدع لجامه. شكرا لعقلك الذي ما فتئ يدبر لأمته، شكرا لقلبك الذي ما انفك يخفق لوطنه، شكرا لجسدك الذي لم تثنه علته، شكرا لك يا سيدي، وليس لنا أن نعدد سجاياك فهي لا تحصى، إنما يكفينا فخرا أننا نحملك في قلوبنا دائما. حفظك الله رمزا للسياسة وفخرا للسعوديين. شكرا لصاحب السمو الملك الأمير سعود الفيصل على ما قدم. وايضا احب الفت انه صاحب السمو الملك الامير مكرم بن عبد العزيز حضر الى قصر الحكم وبايع، اللي يلجم كثير من الاصوات، وهذه يعني عادات حميده لابناء الملك عبد العزيز رحمه الله. معالي السفير ارحب فيك من جديد، لك اكيد كلمه في هذا اليوم التاريخي للمملكه العربيه السعوديه، ولك راي بحكم العمل وايضا مع الامير سعود الفيصل عن الفارس الذي ترجل بعد 40 عام من العمل. يعني في البداية دعني أمسي على من معك في الاستوديو، واسمح لي في بداية هذا اللقاء أن أهنئ سمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز على الثقة الملكية الغالية بتعيينه وليا للعهد، وسمو الأمير محمد بن سلمان بتعيينه وليا لولي العهد.
راجيا من الله العلي القدير أن يوفقهما لما فيه الخير والصلاح. بالنسبة للأمير سعود الفيصل، فجر هذا اليوم عندما سمعت الخبر من خلال شاشة التلفزيون السعودي انتابني الفرح والحزن. الفرح لأنه قد آن الوقت لكي يرتاح من مجهود شاق طويل. هذا الرجل لن يتكرر في تاريخ الحياة الدبلوماسية. استطاع على مدى 4 قرون أن يؤسس مرحلة طويلة من العمل الدبلوماسي نفخر به كرجل خدم بلاده وقبل ذلك دينه ومليكه بكل إخلاص وتفاني. أنا أعتقد أجزم، لا أعتقد، أجزم بأن سمو الأمير سعود الفيصل وهو معلمي شخصية فذة لن تتكرر بسهولة، بل لن تتكرر. يمتاز بالتواضع والخلق وبعد النظر والحكمة. وقد عملت بقربه، يعني أنا أعمل في الخارجية الآن منذ 37 عاما، لكن كنت قريبا منه للغاية في السنوات 10 الأخيرة بحكم عملي في الجامعة العربية ثم سفيرا للمملكة العربية السعودية. أما حزني عندما سمعت هذا الخبر، فلا أدري كيف يعني أتصور أني أتصل ولا أجد الأمير سعود الفيصل في وزارة الخارجية، ولكننا سوف نبقى دائما أوفياء لهذا الرجل الشامخ، وأرجو من الله العلي القدير أن يوفقه دائما لما فيه خير هذه البلاد. نعم، سأعود لك معالي السفير بعد قليل. أيضا تعليق على يعني رحيل الأمير سعود الفيصل وبقائه في منصب آخر، تعليق سريع لأنه بعدها راح ننتقل إلى ملف آخر أنا وجاسر. أنا أعتقد أنه مثل سعود الفيصل يعني لا يرحل بسهولة، يعني إن رحل عن الوزارة كموظف الوزارة لكن تجربته موجودة، يعني هو صنع خلال 40 سنة الماضية تجربة للسياسة الخارجية السعودية، فأنا أعتقد أن هذه لن تزول. فأنا مؤمن تماما أن روح سعود الفيصل وتجربة سعود الفيصل واستراتيجية سعود الفيصل ستسير عليها المملكة لسنوات مقبلة. فأنا من الناس اللي يقولون دائما أن سعود الفيصل باقي يعني خلال السنوات نعم. المقبلة. أستاذ هاني. أكيد شكرا للأمير سعود الفيصل، ما صنعه خلال 40 سنة من العمل الدبلوماسي غير العادي أكيد يعني كان له أثر في سياسة المملكة الخارجية وتأثيره على المشهد العربي والمشهد الدولي. احنا اليوم لو تابعنا وسائل الإعلام كانت كلها تتحدث عن الأمير سعود بطريقة أنه أحد يعني فرسان السياسة الدولية ترجل. طبعا هذا يعطيه حقه ويمكن لا يوفي حقه، ولكن في نهاية الأمر هو ظل في كمشرف للشؤون السياسية، وأعتقد أنه هذا يعني يعطي زخم أكثر للسياسة الخارجية السعودية. أستاذ جاسر. طبعا الأمير سعود هو صقر السياسة السعودية، يعني وإذا كان في العالم يمكن يتفق على وزيرين لعب دورا مهمة يمكن كيسنجر وسعود الفيصل، يعني فهو هو طرف فاعل قوي وهو يعني يمثل الجرأة والقوة، ولا شك أن الناس يتذكرون في الأيام الأخيرة على الأقل تذكرون رده على الرئيس الروسي، تذكرون كلمة المؤثرة في مجلس الشورى، وحينما تحدث فهو لا يمكن أن يختفي سعود الفيصل، سيبقى أنا أعتقد وسيكون عادل أصلا، سينهل من معين سعود الفيصل في هذه التجربة في طور عملية الهيكلة. نعم. أنا عموما أبقى معي أستاذ جاسر الجاسر لأنه عندنا حوار شيق ومهم مع معالي السفير في القاهرة الأستاذ أحمد قطان. أشكرك أستاذ عبد الله العتيبي، أشكرك أستاذ هاني وفاء على حضوركم معنا في هذا الجزء. فاصل ونعود لكم بعد قليل لننطلق في موضوعنا وملفنا مع السفير السعودي في جمهورية مصر العربية الأستاذ أحمد قطان. أهلا وسهلا بكم من جديد. يوم تاريخي المملكة العربية السعودية، سنواصل التغطية، ولكن الحقيقة في ملف أيضا مرتبط
يعني عاصفة الحزم وإعادة الأمل. ولعلنا قبل يومين ناقشنا ردات الفعل العربية وأداء الإعلام المناهض للمملكة وللعاصفة، ورصدنا تحديدا الإعلام المصري ليس الذي له آراء نختلف معها ونتفق، ولكن أصحاب التعابير ربما الحاقدة وفي أحيان كاذبة ومروجة للشائعات ضد المملكة العربية السعودية لأهداف غير معلومة وبعضها معلوم. ناقشنا هذا الملف، حاولنا أن نرصد بعض الممارسات الإعلامية هناك، وفي نفس الوقت فرقنا بين الاختلاف الرأي وبين النقد الغير مبرر اللي فيه تهم جزاف. وفي ثنايا الحديث أيضا اتهمنا أداء السفارة السعودية هناك بأنها لا تتعامل بشكل حاسم وقوي مع بعض الأصوات. طبعا كان معي أيضا الأستاذ جاسر الجاسر الكاتب والصحفي السعودي، وكان نقاش طويل. اليوم الحقيقة اللي نستوضح أكثر ونعرف وجهة نظر أدق وأيضا رأي السفير في هذا الجانب، نفتح هذا الملف من أجل الوطن ومن أجل العلاقات السعودية المصرية. أيضا معالي السفير، هناك غضب الحقيقة من النخب السعودية والإعلاميين وحتى المواطنين من تصرفات وأداء عدد من الإعلاميين المصريين بعد عاصفة الحزم، مع العلم أنهم كانوا من المحبين والمداحين، ولكن فجأة تغير الموقف لأسباب بعضها عاطفي حتى لو ادعى بعضهم أنها تميل للتحليل السياسي. تعليقك وأيضا تعليق آخر، لماذا يشعر الناس بأن أداء السفارة السعودية هناك مع هؤلاء الإعلاميين ناعم ولا يتسم بالحسم والحزم في هذا الوقت تحديدا؟ شكرا. أولا أحيي الأخ الجاسر على ما ذكره في المرة الماضية، وأنا لا أعتقد أنه قد وجه أي اتهاما للسفارة السعودية أو للسفير، ولكن وجهة نظر يجب أن تحترم، وواجب الآن أن أوضح وجهة نظر السفارة السعودية حيال هذا الأمر. أولا، المساحة المتاحة لسفير المملكة العربية السعودية في أي دولة من الدول ليست مساوية للمساحة التي تتاح للإعلامي أو الكاتب في الرد على ما تتعرض له المملكة من اتهامات باطلة أو انتقادات موضوعية. وأنا منذ وصولي إلى جمهورية مصر العربية، وبالمناسبة أنا وصلت القاهرة أو عينت في القاهرة في فترة حرجة شديدة الصعوبة، ولكنني ولله الحمد بتوجيهات من سمو وزير الخارجية تعاملت مع المواقف التي تعرضنا لها في تلك الفترة بالحكمة والصبر. واجبي أن تكون المسافات بيني وبين كافة الإعلاميين في مصر مبنية على الاحترام المتبادل، وألا أدخل مع أي شخص كان في مهاترات لا داعي لها تسيء إلي وإلى بلدي أكثر مما يعني تنقل وجهة نظري بشكل طبيعي. دعني يعني نناقش الأمور من البداية حتى نصل إلى ما حدث في الآونة الأخيرة. نعم تفضل. في بداية عملي كانت هناك اتهامات كبيرة للمملكة العربية السعودية بأنها تقف ضد الثورة المصرية وأنها منحازة للرئيس مبارك، وإلى آخر هذه التهم التي أنا متأكد أنكم تابعتوها في تلك الفترة. كان واجبي في تلك الفترة أنه أتعرض بالموضوعية إلى أن مواقف المملكة العربية السعودية اتجاه جمهورية مصر العربية لا تقف إطلاقا ضد الثورة المصرية أو تنحاز إلى الرئيس مبارك، وحددت يعني أنه المملكة قدمت برنامجا لدعم الاقتصاد المصري بمبلغ 4 مليار دولار. فكيف بالله عليك، وأنا أتحدث إلى الإعلام المصري في تلك الفترة، كيف يكون يتفق ذلك مع هذا الأمر؟ وبالمناسبة هذا العتاب يعني في مقابلة
لا أدري إذا كان الأخ جاسر أو سعادتك اطلعتوا عليها شفتوها في التلفزيون المصري، كان لي برنامج مع السيدة الدكتورة لميس الحديدي بعد الخطاب التاريخي لخادم الحرمين الشريفين في 30 يونيو، وعاتبت بشدة وبالاسم الكاتب المصري محمد حسنين هيكل، الذي للأسف الشديد يعني كان يحمل ولا زال يحمل داخله عدم محبة وعدم ارتياح لأي شيء يتعلق بالمملكة العربية السعودية، وكنت أعلق على ما سمعته منه من أن المملكة العربية السعودية تقف ضد الثورة المصرية، وقال أشياء غريبة الشأن، منها أذكر أن الملك فيصل قام بدور لا بأس به في حرب أكتوبر، ثم جاء في اليوم الثاني وتحدث بإسهاب عما قام به الملك فيصل رحمه الله في حرب أكتوبر. هذه النوعية أنا في واقع الأمر لا أحب أن أتحاور معها، وأنا ذكرت السيد محمد حسنين هيكل بالاسم لأني أعرف ما يكنه تجاه المملكة العربية السعودية، وطلبت في تلك المقابلة التلفزيونية في نهايتها قلت بالحرف الواحد أرجوك يا أستاذ هيكل انزع ما تكنه للمملكة العربية السعودية من صدرك واتركنا نسير في طريقنا. الحمد لله أعتقد أنه الفترة الأولى من عملي كانت فترة ناجحة بفضل الله عز وجل، ثم جاءت أزمة الرجل أو المحامي الذي تم القبض عليه في مطار جدة ومعه كميات كبيرة من مادة الترامادول. فتحت جميع المحطات الفضائية أو فتحت أبوابها للهجوم على المملكة العربية السعودية باستثناء عدد بسيط من هذه المحطات، لكنني أيضا أصريت على أن أتعامل مع هذا الأمر بالمنطق والعقل وبالمعلومات الموثقة. وصلت إلى درجة أنه في أحد البرامج أخذت معايا حبة من حبوب الترامادول، لأنه أحد الصحفيين خرج علينا في أحد البرامج وقال أنه هذه الكمية التي أعلنت عنها المملكة تشكل ما يوازي 63 كيلو جرام، فكيف استطاع تهريبها من مطار القاهرة؟ فحصلت على أحد هذه الحبوب وأحضرتها معي إلى المحطة الفضائية، وأثبت للجميع أن كل الكمية التي تم القبض عليها لا تزيد عن 6 كيلو جرام. ما أود أن أشير إليه من خلال هذه المعلومة أنني لا أحاول أن أدخل في جدال مع أحد، ولكن أحاول أن أقنع الطرف الآخر بهدوء وبروية وبالأدلة الثابتة صحة معلوماتي وعدم صحة معلومات الطرف الثاني. وكانت ولله الحمد مداخلات في عدد كبير من المحطات الفضائية، ونجحنا ولله الحمد في أن نجبر جميع من أساءوا إلى المملكة العربية السعودية أن يخرجوا ويشيدوا بما قام به السفير السعودي في القاهرة. نأتي الآن إلى ما حدث أخيرا. أولا الأستاذ ياسر لم يتحدث في تلك المقابلة إلا عن شخصيتين فقط، وأنا لا أحب بالمناسبة أذكر أي أسماء، لكن في نفس الوقت هناك مجموعة كبيرة للغاية من الإعلام المصري يشيد بكل القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من خلال التحالف الذي تم. ولكن أيضا دعني أوضح ما قام به سفير المملكة العربية السعودية في الأسبوعين الماضيين. أولا مقابلة مع السيد أسامة كمال في برنامج القاهرة الناس، تعرضت فيها لكل هذه الأمور بصراحة كاملة، وقلت أن الصحفيين ينقسموا إلى نوعيات مختلفة. النوع الأول الذي حرصت منذ تعييني على التحاور معه هو من ينتقد المملكة العربية السعودية بموضوعية، هؤلاء إما أن أذهب إليهم، وفي الغالب أذهب إليهم إلى مكاتبهم، وإما أن أدعوهم إلى مكتبي أو منزلي للتبادل الآراء. وفي نوعيات
أنتم تعرفون أكثر مني، مبرمجة منذ عقود طويلة على الهجوم على المملكة. هؤلاء لا أتعامل معهم، وهناك مجموعات للأسف الشديد تتجاوز الخطوط والحمراء. هؤلاء أقول لهم إذا لم تستحوا فافعلوا ما شئتم. أيضا في الأسبوع الماضي ويوم السبت بالتحديد كان في منزل السفير السعودي 50 من رجال الصحافة تكريما للسيد ياسر رزق رئيس مجلس إدارة الأخبار اليوم ورئيس التحرير. تحاورنا في كل ما يتعلق بالاختلاف في وجهات النظر. بالمناسبة جريدة الأخبار أنا أؤكد لك الآن أنها على مدى تاريخ طويل 90% من محرريها يؤيدون مواقف المملكة وسياساتها، ولكن كان موجود معنا على نفس الغداء المجموعة التي كانت لا يعني تتفق مع وجهة النظر في عاصفة الحزم أو في حتى سياسة المملكة اتجاه البحرين أو اتجاه سوريا. الأمر الآخر إن شاء الله في هذا الأسبوع سوف يكون لنا أيضا لقاء مع بعض الإخوة الذين كانوا أيضا يعارضون سياسة التي قامت بها المملكة في عاصفة الحزم. أمر أخير في هذا الموضوع أود أن أشير إليه. الأخ جاسر ذكر في مداخلته معكم وأنا أتفق معه في وجهة نظره أنه هذا نوع يعني استخدم كلمة لا أحب أن أكررها، فكيف يعني وأنا أتفق معه كما قلت لك اللي هو نوع من أنواع الردح. طيب أنا لا أختلف معه إطلاقا في هذا، لأنه البعض للأسف الشديد يستغل المساحة الكبيرة التي لديه للكيل الاتهامات والتهم. كيف بالله عليكم يعني أقوم أنا في الدخول في مثل هذه المهاترات؟ يعني أعتقد أنها سوف تفقدني قيمتي واحترامي الذي أشعر به في داخل الشارع المصري، وفي كل مكان أذهب إليه أجد استحسان كبير من جميع قطاعات الشعب المصري الذي يكن احتراما وتقديرا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله. هناك أيضا للأسف الشديد بعض الصحفيين بعد أن تولى الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم بدأ يقول أن المملكة العربية السعودية سوف تغير من سياستها اتجاه مصر، وأنه نتيجة تغيير هذه السياسة سوف يتم أيضا تغيير السفير السعودي في القاهرة. هذا الصحفي الذي ذكر هذا أراد الله عز وجل أن ألتقي به في إحدى الحفلات العيد الوطني وبالتحديد في سفارة تونس بعد المؤتمر الاقتصادي الذي أعلن فيه الأمير مقرن بن عبد العزيز تبرع المملكة أو دعم المملكة لجمهورية مصر العربية بمبلغ 4 مليار دولار. فعاتبته أمام الجميع، قلت له هل تأكدت الآن بأن سياسة المملكة ثابتة لا تتغير؟ فأنا لا أريد أن أدخل في نقاش مع بعض الشخصيات التي لا يوجد منطق في حديثها. يعني كيف بالله عليك أتحاور مع شخص في خلال أسبوع من تولي الملك سلمان لمقاليد الحكم يقول أنه المملكة سوف تغير سياستها؟ وبالمناسبة هناك أيضا بعض الكتاب السعوديين أشاروا بشكل أو بآخر إلى هذه الأمور، وأقول أن وجهة نظر المملكة العربية السعودية اتجاه أي أمر الذي يعكس هذه الأمور هو السفير السعودي في القاهرة، هو الذي ينقل وجهات أو سياسة المملكة العربية السعودية. بقي نقطة أخيرة قبل الاستماع إلى الأسئلة الأخرى. أنا أتذكر تماما يعني كلمة قالها الملك عبد الله بن عبد العزيز يرحمه الله وأيضا الملك سلمان بن عبد العزيز عندما حدثت حادثة الجيزاوي وقام يرحمه الله باستدعاء السفير السعودي إلى المملكة، وعندها حضر وفد كبير من مختلف القطاعات في جمهورية مصر العربية من سياسيين وكتابة وإعلاميين وفنانين، وأظنكم تذكرون هذا الأمر. قال الملك عبد الله يرحمه الله: أقول للإعلام السعودي والإعلام المصري قولوا خيرا أو اصمتوا،
وهذه نفس الوصية التي أوصاني بها الملك سلمان ابن عبد العزيز في ذلك الوقت عندما التقيت به وأشاد يحفظه الله بما قمت به من ردود على من تهكم وتطاول على المملكة العربية السعودية. نعم. طيب اسمح لنا أستاذ أحمد، أنا حبيت أنه أعطيك الفرصة كاملة حتى تقول كل النقاط بدون مقاطعة، وهذا حقك الطبيعي. وأحب فضل. وأحب أيضا أذكر وأقول أنه حديثنا لم يكن تشكيك بأداء معاليكم في العمل خلال سنوات عملكم الدبلوماسي، سواء لا في القاهرة ولا في غيرها. نحن نعلم أنك تتعامل مع إعلام صعب متنوع، في مشاكل كثير نعرفها، ولكن الفكرة عندنا أنه الجانب القانوني لابد أن يكون رقيب أكثر في الفترة المقبلة على مثل هذه الوسائل في حال تطاولت بدون أدلة أو في قذف أو في شتيمة. هذا فقط، وأترك لك التعليق. ولكن يعني لابد الأستاذ جاسر الجاسر يعني يرد طيب عليك. بس أنا لو سمحت تفضل. لا لا دقيقة، لو سمحت أنا بس أرد على هذه النقطة. دقيقة أخ علي، أرد على هذه النقطة. نعم. بالنسبة ألو. نعم أسمعك. سامعني أخ علي؟ نعم سامعك. أي بالنسبة للأمور القضائية، أولا كل الملفات جاهزة ولدى المستشار القانوني، ولكنني وأنا أصدقك القول لا أحب أن ألجأ إلى هذا الأسلوب، لأني أعلم تماما أنه لا جدوى منه. وعلى سبيل المثال، الذين تطاولوا واعتدوا على السفارة السعودية وحاولوا حرق العلم السعودي وكتبوا شعارات مسيئة ضد المملكة العربية السعودية، رفعت قضية عليهم، لم نصل إلى أي نتيجة. أنا القضايا أنا الحمد لله قوي بمواقف المملكة وبسياسة المملكة، ولم أفقد الأمل في أن أغير الآراء التي تتعارض مع سياسات المملكة. موضوع القضاء موضوع شائك وطويل، وأنا لا أحب كما أوضحت منذ قليل أن ألجأ إليه، ولكن هذه الملفات متواجدة الآن مع المستشار القانوني للسفارة السيد مجدي محفوظ، يدرسها بعناية. إذا كان هناك بصيص من الأمل في كسب أي قضية من هذه القضايا فثق تماما أنني لن أتردد. نعم. في اتخاذ الإجراء اللازم بعد الاستئذان من وزارة الخارجية. طيب الآن الأستاذ جاسر معك، تفضل. مساك الله بالخير يا سعادة. تفضل. صراحة احنا يمكن احنا نتكلم في خطين مختلفين، نحن لا نتكلم على آراء مختلفة ولا نتكلم على أناس قد تكون لغتهم حادة تجاه السعودية، وشهدنا ملفات صراحة، ملف الجزاوي كان هناك قضية خطيرة تطلبت أن الملك يستدعيكم إلى الرياض عندما لم يكن هناك استجابة. نحن نتحدث على مجموعات ولا نتكلم عن الإعلام المصري عموما ولا نتكلم عن العلاقات السياسية بين البلدين، نتكلم على مجموعات مصرية إعلامية تشتم السعودية شتما حقيقيا وشخصيا، وتستهدف القيادات، تستهدف الرموز بالاسم وبالدلالة وباللفظ، ألفاظ لا يمكن تذكر وتجي. أنا أعتقد ليس حد سفارة فقط أنها ترفع قضية، السفارة يجب أن تحتج عند وزارة الخارجية كما حدث عندما احتجت السفارة السعودية في الكويت على دشتي، يجب أن ترفع أيضا قضية، يجب أن يكون هناك مطالبة أكثر. هذا كلام لا نرتضيه، هذا مساس بقياداتنا برموزنا وليس وجهة نظر مختلفة. فبالتالي إحنا نحارب هذا الخط تماما ونقف ضده بالكامل ونسعى عليه. فنتمنى ونرجو أن لابد أن يكون السفارة لا تدخل في ردود، هؤلاء لا يرد عليهم أساسا لأنه ليس حوار وليس اختلاف وليست معلومة بحاجة إلى التصحيح. هؤلاء لا ينطبقون هذا، لديهم موقف مسبق ومطلق وسلبي تجاه السعودية، وهو ليس بمجرد رأي سلبي يتجاوز إلى الألفاظ والشتائم وكما قلت لك سابقا الردح. فهنا لابد أن يكون إجراءنا أيضا قويا. السفير علي عسيري رفع قضية على جريدة الأخبار، يعني طيب هذا جانب، واتخذ إجراءات في المقابل، لأن جريدة الأخبار أيضا تطاولت على السعودية وتحدثت في بيروت وتجاوزت كل هذه الحدود. لابد أن يدرك الأطراف الذين يختلفون معنا يعبرون عن رأيهم بحدود المعايير والاعتبارات
سواء إعلامية أو دبلوماسية، والذين يتجاوزون هذا الحد يجب أن ينالوا يعني ردا قويا وقاسيا، ليس من الإعلام فقط وهذا ما نقوم فيه كما نفعل الآن، لكن أيضا من السفارة مبادرة. لابد أن يكون هناك احتجاج واضح وصارخ إذا كانت الحكومة ترضى، يعني إذا والله لا نوالي إن كانت الإجراءات القضائية تأخذ وقتا طويلا أو لا، الخارجية المصرية يجب أن تتحرك. يعني أنا لو كتبت اليوم مقالا مثلا في صحيفة سعودية ضد السياسة المصرية انتقادا حادا مثلا، وخاطبت الخارجية المصرية الخارجية السعودية، كان يعني وصل إلي مثلا تنبيه أو لفت أو إيقاف أو كذا بكل هالاعتبارات. فنحن نتمنى التحرك الإيجابي من السفارة. طيب تفضل معالي السفير. أولا وأنا مسؤول، يعني الكلام الذي تفضل به الأخ جاسر يعني محل تقدير، ولا أعتقد أن هذا الأمر يغيب عن سفير يعني له الآن في العمل الدبلوماسي ما يقارب من 40 عاما. ثق تماما أخ جاسر، كل ما قلت هذا حدث ولكن ليس على المستوى الذي أشرت إليه، لا، حصل على مستوى أعلى مستوى في جمهورية مصر العربية وبالتحديد رئاسة الجمهورية، وأبلغت الرئاسة بأنه هناك غضب ليس لدي فقط ولكن لدى المملكة العربية السعودية، وحصلت على تأكيدات بأن هذا الأمر محل اهتمام من فخامة الرئيس المصري شخصيا. لكن أرجوك يا أخ جاسر، أخ علي أيضا، يجب أن يعني نقر أنه منذ ثورة 25 يناير حدث انفلات إعلامي على كافة المستويات تعاني منه مصر، وبل وتتضرر منه مصر كدولة. حتى يومنا هذا طبعا المستوى الانفلات الإعلامي ليس كما كان بعد ثورة 25 يناير، لكن هناك بعض التجاوزات، وأيضا هناك بعض التحسن، وهناك أيضا بعض الجهات العليا التي تستطيع إلى حد ما التأثير على أصحاب هذه المحطات. فالموضوع شائك، وثق تماما أن من يتحدث إليك الآن قادر بحول الله تعالى أن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه بالحوار بالتفاهم بالإقناع. أنا لن أيأس من النقاش، لكنني أتفق معك تماما أن هناك بعض الإعلاميين وهم قلة في مصر لا يمكن لي أن أتحاور معهم مهما كانت الظروف. الذي يتجاوز الخط الأحمر، الذي يتطاول على المملكة وعلى قادة المملكة العربية السعودية، لا يمكن أقبل أن أتعامل معه أو أتحاور معه. وأمامي طريقين، الطريق الذي أشرت إليه أو الطريق القضاء، وأنا أعرف أنه طريق القضاء يعني سوف يأخذ وقتا طويلا. نعم معالي السفير أستاذ جاسر، عندي فاصل قصير جدا ونعود. اهلا وسهلا بكم جديد، لازلنا مواصلين تغطيتنا للحدث المهم في المملكة العربية السعودية، وايضا لقائنا الهام مع معالي السفير السعودي في جمهورية مصر العربية الاستاذ احمد قطان، وايضا ضيفي الاستاذ جاسر الجاسر. احب بس قبل ايضا نكمل النقاش احب انوه تباعا انه الامير بقري بن عبد العزيز بايع الامير محمد بن نايف والامير محمد بن سلمان، وايضا الامير متعب بن عبد الله بايع الامير محمد بن نايف والامير محمد بن سلمان، وايضا الامير الوليد بن طلال بايع المحمدين. في أجابك السفير في موضوع كيف يتعامل هو بمسارين، وكان استشفيت من كلام السفير أنه مصر صعبة، يعني صعبة ولا بد أن تكون أحيانا دبلوماسيا أكثر من الدبلوماسي نفسه. يعني في أي نقاط أخرى تحب؟ لأن اللي بقول أنه طبعا الأستاذ أحمد من يعني من أذكى وأكثر سفراء نشاطا، لكنه في هذا الجانب أنا حقيقة أشعر أن الدور لا زال أقل بكثير مما يجب.
يعني الارتياح، لأن لا نتكلم على إجراءات القضاء وصعوباتها، أيضا نحن نعتب على الرئاسة المصرية في صمتها على هذا الأساس، في صمتها لأن التجاوز بالشكل الشخصي، نحن لا نتحدث عن اختلافات أبدا، نتحدث عن القدح الذي يحدث والإغال فيه والزيادة. يعني تحدثوا عن السعودية وأنها دولة إرهابية وأنها تتبنى داعش وأن كل سعوديين داعش وأن ونالوا بالقذف الشيخين بن باز وبن عثيمين، تكلموا عن القيادات السياسية بكلام لا يليق، هذه لا يمكن السكوت عنها. حتى أنا أتصور حتى لو اضطر الأمر أنه إذا لم يكن هناك استجابة أنه يكون هناك مثلا تخفيض دبلوماسي، لأنه لا يمكن نكون في بلد نحن ويا شركاء نحن هنا ونعلم من هذا القذف. نحن يعني الحركة اللي صارت في لبنان من اللبنانية، الموجة المضادة لخطابات حسن نصر الله وهو خصم تقليدي وخصم معلن وظاهر وعدو واضح، كانت أشد وأقوى حقيقة. يعني حتى المصريين الذين نتكلم عن وسائل الإعلام المؤيدة أو المتفقة معنا أو التي تتعرض لم تتخذ أي موقف، فبالتالي هذه هنا نجد أنه تمدد لهذا كإعلام غير موضوع القضاء. إيش في ممكن حلول يعني يعملها السفير مثلا في القاهرة؟ أنا أعتقد سفير يعني ممكن يكون هناك نوع من الاحتجاج، يعني نوع من التخفيض. أنا لا أعرف وش الإجراءات الدبلوماسية التي تفهمها الدول فيما بينها تعبيرا عن الامتعاض. طيب والموقف خلينا نسمع، تفضل معالي السفير. إذا سمحت لي، أولا يعني يابد أن نعترف ونقر أن هناك محاولات من جهات عديدة للإساءة بشكل أو بآخر للعلاقات السعودية المصرية المتميزة. أنا أعتقد المملكة ومصر تمر الآن بأزهى يعني عصورها في العلاقات بين البلدين. هناك محاولات للإساءة لهذه العلاقات، هل من المنطق والمعقول أن نأتي بسبب كاتب أو صحفي قلة أن نقوم بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع جمهورية مصر العربية؟ هل من المعقول مثلا أن نلجأ إلى سحب السفراء؟ وأذكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله عندما سحب السفير السعودي في قضية أحمد الجزاوي بعد الاعتداء على السفارة السعودية والقنصلية في السويس، لم يسحب السفير السعودي لتوتر العلاقات السعودية المصرية إطلاقا، وإنما حماية للعلاقات السعودية المصرية. كيف؟ قلت في ذلك الوقت لو تعرض السفير السعودي أو أصغر موظف في السفارة السعودية لاعتداء وأدى إلى ما لا يحمد يعني عقباه، هنا سوف تتأثر العلاقات وتتوتر بين البلدين. أنا أؤكد للأخ جاسر أن يعني موضوع الردود والإعلام المصري أنا كفيل إن شاء الله بأن أعيد الأمور إلى نصابها. وأقول لك وأنا لا أحب أن أستشهد بالأموات كما يفعل هيكل، أقول لك كثير من الصحفيين المصريين اتصلوا بي على الفترات الماضية مستنكرين ويعتذروا عما قام به هؤلاء اتجاه المملكة العربية، وآخرهم اليوم الأستاذ حمدي رزق والأستاذ خيري رمضان في اتصال جرى يعني عصر اليوم عندما علموا بأنني سوف أكون على الهواء مع الخليجية مباشرة. فكل ما أرجوه يعني الصبر قليلا. والأمر الأخير الذي أود أن أشير إليه إذا كان لديكم أي أسئلة هو مقال كتبه الأستاذ جاسر الجاسر ونال استحساني البالغ عندما اقترح أن يعين بعض الصحفيين في المكاتب الإعلامية في سفارات المملكة في الخارج، وأنا والله أرحب بهذه الفكرة دون أي مجاملة. وأرجو أن أطلب من المكتب الإعلامي التواصل مع الأستاذ جاسر للتفضل بزيارة السفارة السعودية حتى يرى بعينه مستوى المكتب الإعلامي الذي تم إنشائه منذ 4 سنوات بتوجيهات مباشرة من الأمير السعود الفيصل، وكيف يقوم هذا المكتب بكل ما يتخيله الأخ جاسر. وأنا أعتقد القاهرة ليست بعيدة حتى يزورنا ونستفيد من خبرته الطويلة في المجال الإعلامي. نعم معالي السفير، ترى في 2 جاسر الجاسر. يبدو أن قرأت المقال في صحيفة الجزيرة.
انا اتكلم على صحيفه الجزيره، انا اسف. نعم، لا هو لانه هذاك جاسر جاسر الشايب، هذا جاسر الشاب. مع تحياتنا لهم الاثنين. طيب على كل حال الدعوه للاثنين، الدعوه موجهه للجميع مش للاثنين، للجميع. نعم. الامير عبد الله بن مساعد كان يعني يوم امس في السفاره السعوديه، شاهد بنفسه جميع وزراء المملكه عندما ياتون الى القاهره يشاهدون ولله الحمد ما يسر خاطرهم. نحن نعمل في بتوجيهات من رجل يعني يعرف كيف يجب أن تدار الأمور في جمهورية مصر العربية، ولكن إن شاء الله ثق تماما لن نسمح لأي كان بالإساءة لهذه العلاقات المميزة بين البلدين، سواء يعني في الإعلام المصري أو في الإعلام السعودي. لابد أن نحافظ على هذه العلاقات وأن نتصدى لكل من يحاول أن يسيء إليها. نعم. أنا بس لدي سؤال تقني، لما كتبتم إلى الرئاسة هل أتى رد منها بشكل معين؟ لا نحن لا نكتب، نحن نجري اتصالات على أعلى مستوى، وأبديت يعني استيائي من أشياء معينة، إنها يجب أن يكون يعني هذا ما قلته بكل وضوح، أن الانتقاد بموضوعية أمر لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يعترض عليه إطلاقا، لكن التطاول على المملكة أو على قيادات المملكة في هذه الفترة التي يشهد الجميع، جميع أفراد الشعب المصري يعلم تماما ما قامت به المملكة العربية السعودية ويقدرون هذه المواقف التاريخية منذ ثورة 25 يناير حتى اليوم. أنا لا أستطيع أن أصف محبة الشعب المصري، والله أنا أتكلم بكل صدق وإخلاص، لم أرى محبة وتقدير واحترام لما تقوم به القيادة السعودية مثلما رأيت في السنوات الأربع الماضية. لا يمكن أن يحدث إجماع في أي أمر من أمور الحياة على الإطلاق، ما في إجماع في أي أمر من أمور حياتنا، لابد أن تجد المعارض، هناك معارض بمنطق وعقل، وهناك معارضين لكراهية ضد المملكة، وهناك من تستطيع أن تتحاور معهم وأن تقنعهم بتغيير آرائهم. نعم، أنا أشكرك معالي السفير على تشريفك لنا وحضورك معنا من الاستديوهات. أنا سعيد القاهرة. سعيد سعيد سعيد. نعم، وأيضا أحب أقول أنه إحنا نقدر ونثمن الحقيقة أداء الإعلام المصري النزيه المهني على مر تاريخ الأمة العربية، وأيضا تقديري مرة أخرى لك معالي السفير، وإن شاء الله نلقاك قريبا بعون الله. بالله آخر 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 تعليق. نعم. يا أخ علي تفضل. آخر تعليق، أرجو أن تكونوا قد اطلعتوا أيضا من ضمن الجهد الإعلامي الذي بذل في الأسبوع الماضي، صفحتين نشرت في صحيفة الأخبار مقابلة مع سفير المملكة العربية السعودية، تحدثت فيها عن كل ما يتعلق بمواقف المملكة اتجاه مختلف القضايا، ومن ضمنها هذا الموضوع الذي نتحدث فيه الآن، وأشكرك مرة أخرى. نعم، الشكر لك دائما على ما تقدم للمملكة العربية السعودية ولكافة الأخوة العاملين في السفارة السعودية هناك. فاصل ونعود لكم بعد قليل.